السائل يقول ان احد اخوان الدكتور روجي في جريدة الرايا تحدث عن تقنين الربا بمشاركة الفقهاء كذا. تقنين الربا بمشاركة الفقهاء لانه يقول بان اذا اعطينا انسان مالا ورده بعد 3 سنوات يكون المبلغ قد اصابه التضخم، القيمة النقدية تكون قد نقصت. هذا ماشي تقنين الربا، هذا تقنين القرض. الربا ما عنده ما يتقنن، الربا حرام وصافي، ما يتقننش الربا، الربا ما يتقننش. القرض هل يقنن ام لا يقنن؟ نعم، تكلموا فيه الفقهاء، تكلموا فيه الفقهاء قديما. وقال بعض الفقهاء ان الذي يعطي مثلا يعطي مبلغ ما لاخر ويرد الاخر ذلك المبلغ في بلد اخر، وما جابوا الدنانير، ذكرت لكم هذا مره، دنانير مثلا المرويه المروزيه والدناري مثلا السجستانية او كذا من هذه القوى، فهذا اعطاه 1000 دينار في هذا البلد، ومشى الاخر اللي هي اعطاه رد له 1000 دينار، مع العلم ان في البلد الاخر الدينار عندهم اقل، فان هو رد له بالعدد يكون قد ظلمه، فلا بد ان يرد له بالعدد ما يقابل العدد، ما يدخلش عليه الخساره، لان الدنانير لا تتكافى. اي يعطيه من قيمه ما اخذ منه. هذه ماشي تقنين، هذا كلام سوق اللي هضر عليه. واش هذا غادي نقولوا هذا غادي نقننوا؟ راه كاين اللي هضر هذا، غير الناس ما قراوش كتب الفقهاء وصافي، الفقهاء تكلموا في هذا الشيء. راه بعض المرات الانسان يكون واحد الكتاب ما فتحوش ويقولوا غادي خصنا نقولوا، راه هذاك اللي غادي نقولوا راه قال وموجود. وهذا موجود في كتب، في احدى دكتورات الاقتصاد موجود هذا الكلام، بعد في كتاب اقتصاد اسلامي لسان الحق مذكور في هذا الكتاب.